اليوم بدنا نفرجيكم طريقة جرامة الفخد الخروف البلد الرمسي. طبعا الشيف هون نفس الشيف ده عجاج التركي، ما شاء الله عليكم عليك. لان في ناس بتسأل بتقول لك انت بس شغل جاج. هاي جماعة الخير، احنا برضو شغل لحمة وخروف بلدي ورمسي، واللي بتاعته بتشهي. اللهم صل على النبي. يا زلمة فنان، شو الدلع هذا؟ شو الحلويات هاي؟ بس سلام. ما شاء الله عليك. ان شاء الله شيف. بخاري؟ هاي فنان فنان. اللهم صل. والسكينة بتلعب دور برضه بالريموت، شغالك يعني الشيف هذا ولا بيشتغلش. وبعدين طلع العظمة زي البلاطة، زي الصيني، نظيفة. اللهم صل على النبي. ما شاء الله فنان يا شيف. فرجينا بقى الفخدة يا شيف وجملها، فرجينا حلاوة الفخدة. ما شاء الله، شفت الخروف البلد الرمسي؟ يعني وزنها كله وجيش 2 كيلو.